جرائم القتل هي من القضايا اللي رائجة في كوريا الجنوبية، وغالبا كيكونوا المستهدفين فيها الأطفال والنساء. واليوم غنهضروا على القتل المتسلسل اللي كان منوض الرعب في نساء كوريا الجنوبية، واللي أغلب الناس حول العالم عرفوه من أغنية بلاك بينك ويستل. فيديو اليوم غنحلو فيه الفيديو الموسيقي للأغنية، وغادي نعرفوا القصة الحقيقية لهذا القاتل المتسلسل. فقبل ما نبداو ما تنسوش تشتركوا في القناة، واهم حاجة انكم تفعلوا الجرس باش انفو نزل اي فيديو تشوفوا انتم الاولين. ويلا نبداو. 2016 وبالضبط في 8 اغسطس نزلت اغنية ويستل فرقة بلاك بينك كاغنية ترسيم تانية، فكانوا العضوات مشاركين في انتاج والافكار تاع الام في، وهذا الشيء ذكرته جيسو في اكثر من مقابلة. في ديك الوقيتة كانت الاضواء كلها مسلطة على بلاك بينك، كونهم فرقة روكيز وكون أغنية بومبية دارت بوم في ديك الفترة، فكان كلشي متحمس وعنده فضول كي غتكون تاني أغنية للفرقة وواش هاد الفرقة غتنجح ولا لا. حين كاع الفرق كيتشهروا بالأغنية الترسيم ديالهم، ولكن واش كلشي كينجح؟ لا. الناس فاش سمعوا الأغنية كانت أغنية عادية، كاين اللي عجبته وكاين اللي ما عجبتوش، ولكن الكوريين كانت عندهم نظرة خاصة لهاد الام في، خصوصا التصفار اللي كان في الجزء الأول من الأغنية وفي الجزء الرئيسي تاع الأغنية، وايضا شي مشاهد في الام في اللي كانت مالوفه. الكلمات تاع الاغنيه كانوا عاديين، اغنيه عاديه. كانت في التسعينات كان قاتل متسلسل كيجوف في الشوارع وكان معروف بالتصفار، يعني قبل ما يشد الضحيه ديالو كان كيعطيها فرصه باش تهرب فاش كتسمع داك التصفار. ولكن المميز بداك القاتل انه كان كيصفيها غير العيالات والبنات، فهاد الشيء علاش كنلاحظوا انه في الام في جميع المشاهد تاع العضوات كانت بالليل، يعني كانوا خارجين برا في الليل. كتبدا الاغنيه اللي كانت تصفار تاع جيسو واللي كان كيمثل تصفار تاع داك القاتل. في المشهد اللي من بعد كنشوفوا ليسا وهي فوق واحد الكرسي وشويه غتبدا تغني، ودابا ركزوا ليا مزيان على هذا المشهد. في المشهد الثاني كنشوفوا جوج البنات جالسين ووسطهم كاينه واحد الشجيره. على حساب الهضره تاع الكوريين انه دوك زوج بنات عندهم 8 سنين كانوا خارجين في الليل وجالسين في واحد الحديقه غير بوحدهم، كانت وحده مقابله مع الاخرى. بحال الشكل تاع ليسا وجيسو في هذا المشهد، داك القاتل جا من ورا وحده فيهم وكان جاي وكيصفر. البنت اللي كانت جالسه من ديك الجهه وكانت مقابله معاه شافته، ولكن فاش شافته كيصفر كيسحب ليها انه جاي يلعب معاهم، ولكن هو فاش قرب جبد موس وعارفين اشنو وقع من بعد. بعد التحقيق تاع الشرطه قدروا انهم يلقاو كاميرات المراقبه في ديك الحديقه، ولكن كانت الجوده ضعيفه بزاف، يعني الملامح ما كانوش باينين بتاتا، وتسدت القضيه. وكنشوفوا هنا جيسو وليسا طايحين في الارض وحداهم الورد حمر واللي كيمثل زمد، وهما كيمثلوا راسهم باللي هما دوك البنات. من اخر كنشوفوا ليسا وهي جالسه بوحدها في دوك البلايص تاع التصبين. في كوريا هاد النوع تاع البلايص مشهورين بزاف وكاينين في كل بلاصه مشيتي ليها. هنا في المغرب ما عندناش بحالهم، ولكن كاين تما تتكون بحال واحد القاعه وكتكون عامره بماكينات الصابون، كتدخل تصبن فيها حوايجك وكتخرج. كتبان لينا ليسا وهي جالسه بوحدها وجالسه بواحد الطريقه بحال خايفه، وهذا المشهد في الحقيقة هو حقيقي، حيت وحدة من الضحايا اللي قدرت تفلت منه عاودت شنو طرا ليها. البنت كانت في العشرينات، كانت هي وصاحبتها في الليل، داكشي علاش كنشوفو في اللقطة الأخرى جيني وهي مع ليسا. البنات قروا أنهم يدو شي حوايج معاهم للمصبانة، دخلوا حطوا الحوايج كيتسبنو وبقاو جالسين كيتسناو. البنت اللي كانت معاها واللي مثلت دورها جيني غتقول لها مهم انا غادي نمشي وانت خليك تجيبي معك الحوايج وطرقيني اعطيني حوايج في الدار، بحكم ان دار صاحبتها كانت حدا دارهم. فبالفعل ديك صاحبتها غادي تشد طاكسي وغادي تمشي وغتبقى هي بوحدها. شويه غتبدا تسمع التصفار برا، هي كانت ديجا سامعه بداك القاتل وعارفه باللي مشهور بالتصفار تاعو. غتموت بالخلعه ولكن غتبقى جالسه تما وما غاديش تخرج، حيت خايفه توقع عليها شي حاجه في برا. شويه الحوايج غادي تصبنو والتصفار غادي يوقف، ولات حيره واش تخرج ولا لا، واش غيكون مشى ولا لا. مشات حدا الزاج ما بان ليها والو، فبدات كتفكر انها تخرج، وبالفعل غتهز حوايجها وغادي تخرج. ومع غادي تدور راسها غتلقاه واقف كيتسنى فيها، غتبدا تجري تجري تجري، ولحسن الحظ انها غادي تلقى الطاكسي، هزها الطاكسي وهربات. وهذه كانت اخيب تجربه غدوزها في حياتها. في مشاهد الرئيسيه شنا العضوات وهما في الزنقه بالليل وبحال تحدي لداك القاتل واستفزازا ليه. في مشهد اخر كنشوفو جيني وهي هربانه ودايخه ما عارفه فين تمشي. وفي المشهد اللي من بعد كنشوفوها وهي في واحد البلاصه دايره بحال شي معمل اللي قديم. ما بغيتش نصدمكم، ولكن هاد البارتية تهي قصة تاع واحد البنت كانت من الضحايا تاعو وتهي قدرت تهرب.
ما مذكرش كيفاش قدر انه يخطفها، ولكن هو اداها لواحد المعمل مهجور وكان حاطها في الطابق الثاني. هي كانت كتسمع صوت شي بنت اخرى وكانت متاكده انه خطف شي بنت اخرى في الطابق اللي لتحت. ولا ركزنا شويه في هذه اللقطه اللي فيها جيني، هنا غادي نلاحظوا بنت جالسه تحت، يعني متلين المشاهد بطريقه حرفيه، وهذه حاجه عجبتني بلا قياس. البنت اللي في الطابق اللي الفوق بطريقه او باخرى قدرت انها تفك راسها قبل ما تخرج، كانت محتاره واش تمشي تعتقل البنت الاخرى اللي في الطابق تحت ولا لا، حيت كانت خايفه انه تلاقاه تما. ولكن في آخر المطاف البنت هربات غير بوحدها ومدتش مع البنت الأخرى، حين قالت اللهم تعيش وحدة فينا ولا نموت بزوج، كون نزلت كانت تقدر تلاقى معاه. داك الشي علاش كنشوفو في هذا المشهد جيني هربانة، ولكن كانت حزينة بزاف حين حست بتأنيب الضمير كونها هربات وخلت البنت الأخرى بوحدها. وفي اللخر تاع الأغنية كنسمعو صوت الصفار وجميع الأحداث كتكرر، وهنا كتكون سالات الأغنية. الأغنية إلى سمعتيها كما قلت لكم في الأول غتجيك كلماتها وكل شي فيها عادي، ولكن ما خفية كان آدم. حبيت كيفاش بلاك بينك جسدوا الشخصيات وكيفاش كانوا خارجين في الليل وجوني بحالة كيستفزوه. المشاهد اللي ما فهمت هي اللي ولات متحكمة في اللعبة. شنو بالكم نتوما؟ إلا عندكم شي نظرية كتبوها لي لتحت نقراوها كاملين. اغاني بلاك بينك ديما كتكون فيهم لمسه في شكل او لمسه غموض تتخلي المتلقي كيستمتع وهو كيحلل في كل جزء في الاغنيه، وكيربط كل خيط بالخيط اللي بحاله بغض النظر على الكلمات اللي كانت عندها علاقه ولا لا، ولكن الام في بحد ذاته قصه تقدر تكون مختلفه تماما عن كلمات الاغنيه. داكشي علاش اكثر حاجه كنستمتع بها انا هما الام فيات في كل اغنيه ديال بلاك بينك، وهذا ماشي هو الام في الوحيد لي بلاك بينك يبدعوا في بحال هكا. انا ديما كنتحمس اكثر حاجه للفيديو كليب حيت عارفه انه مستحيل ما تكون شي حاجه وراه.